بنتي صغيره واول مره جيلها الدوره جايب نزيف، وتكرر النزيف لدرجه ان اتحجزت في المستشفيات كتير واتنقل لها دم. يا ترى ايه الاسباب؟ ممكن تكون اسباب عامه في امراض الدم. ولما بقى في فرصه لجزء من بطانه الرحم اللي بيتخلص منها الجسم كل شهر، بقى في فرصه للنزف اكتر. مشكله من المواد المتغلطه في الدم بتبقى قليله، وبالتالي لما الدوره بتيجي يحصل غزاره في الدم. يعني الدوره لما تيجي غزيره ممكن يكون في سبب من امراض الدم اللي موجوده، وبالتالي بقت في فرصه للنزف، او في تكيسات مبيضين، او بطانه رحم مهاجره. ولو كانت في سن المراهقه ممكن يكون في لحميه في بطانه الرحم، في اورام ليفيه موجوده، ولما تكبر شويه كمان في حاجه تسمى التغدد الرحمي وبقى موجود في المراهقات دلوقتي. الدوره لما تبقى غزيره، لما الدوره تقعد اكتر من اسبوع، لما الدوره يكون الغيارات اكتر من 5 مرات في اليوم، يبقى في نزف، يبقى في سبب. نتحرك بدري عشان نقدر نشخص بدري ونتعالج بدري. دورتكم سر حياتكم.